الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذه الحصة الجديدة وتتعلق لنا طبعا بالفرد الثاني من الدورة الأولى. طبعا إذا هنا عندنا الاجتماعيات، التاريخ والجغرافيا والتربية المدنية، طبعا القسم الخامس ابتدائي. نبدأ على بركة الله. طبعا عندنا نبدأ بالتاريخ. أملأ الفراغ بالعبارات الناقصة. نعم، عندنا هنا سكن الإنسان القديم بالمغرب المغارات، مثل مغارة بالرباط. إذا قرينا المغارات بالرباط، دار بيضاء طبعا. وكانت أنشطته متنوعة، حيث شنو كان عنده الأنشطة التي مارسها؟ طبعا بالنسبة للتمرين الثاني اختر الجواب الصحيح. ترك إنسان ما قبل التاريخ، هل نقوشات ورسومات، هل أفلام وثائقية، هل معالم عمرانية ضخمة، أم أدوات حجرية؟ سنضع علامة تحت الجواب الصحيح. هنا أملأ الفراغ بالعبارات الناقصة. سكن بالمغرب في العصور القديمة شعب ما اسمه، ثم وتعاملوا بالتجارة مع شعب أخرى كها. وطبعا نكمل ب نعم، ضع في الجدول أواني فخارية، أقراط، ذهب، العاج والتمر. طبعا عندنا بضائع الأمازيغ، وثم هنا عندنا بضائع الفينيقيين والقرطاجيين. نعم، عندنا هنا بضائع الأمازيغ وهنا بضائع الفينيقيين والقرطاجيين. هذا طبعا نمر إلى تقدير نمشيو للجغرافيا. إذا الجغرافيا شنو عندنا؟ أضع العبارات التالية في الخريطة. عندنا المفتاح، خارطة التضاريس، المغرب، الأطلس الصغير، الهضاب العليا، السهول الصحراوية، جبال الريف. نعم، سنضعهم في هذا طبعا هذا الإطار هذا، هنا ولهنا ولهنا ولهنا. نعم، السؤال واضح. التمرين الثاني، عرف الطقس ثم عرف المناخ. اختر طبعا سؤال ثالث، اختر الجواب الصحيح. يوجد بالمغرب مناخان، هما هل هو مناخ استوائي أم مناخ متوسطي، مناخ قطبي، مناخ صحراوي؟ نعم، سنضع العلامة تحت الجواب الصحيح. نعم، إذا نمر إلى السؤال الموالي هو التربية المدنية. نعم، أضع علامة على قواعد التفاعل داخل الجماعة. إذا قواعد التفاعل داخل الجماعة، هل الإصغاء، هل قبول الرأي الآخر، أم احترام وجهات النظر، أم مقاطعة الآخرين؟ نضع علامة تحت القواعد ديال التفاعل. أذكر ثلاث من أدوار تعاونية القسم. ثم هنا أضع الكلمات في مكانها المناسب. عندنا هنا منتخب، هنا التلاميذ. تتكون تعاونية القسم من جميع ويسيرها مكتب. طبعا إذا بعد ما تجيبوا الأسئلة قارنوا إجاباتكم مع الإجابات التي سأمدكم بها أنا. طبعا نعم، الإجابات التي طبعا أعطاني رجعوا الإجابات. نعم، إذا بالنسبة للتاريخ، سكن طبعا الإنسان القديم المغرب في المغارات مثل مغارة دار السلطان هي اللي بالرباط. وكانت أنشطته متنوعة، حيث كانت الزراعة، تسجيل الحيوانات، القنص والصيد. القنص والصيد، نعم. هنا ترك إنسان ما قبل التاريخ نقوشا ورسومات. نعم، لم يكن هناك أفلام وثائقية، لم يكن معالم عمرانية ضخمة، وكانت أدوات حجرية. إذا النقوش صحيحة وأدوات حجرية. نعم، نمر إلى السؤال الموالي. طبعا نعود إلى طبعا احنا نصحو دابا الجغرافيا. نعم، سنصحح الجغرافيا. او طبعا نكملوا التاريخ. ها،
إذا عندنا ترك نقوشا ورسومات طبعا وأدوات حاجة كما قلنا. نعم هنا دابا عندنا سكن بالمغرب في العصور القديمة الشعب الأمازيغ، الأمازيغ مسكنهم، وتعامل بالتجارة مع الشعوب الأخرى كالفينيقيين كما درسنا، ثم القرطاجيين، الفينيقيين والقرطاجيين. نعم سنرى. هي هذه، هي عندنا بضائع الأمازيغ، عندنا الذهب، العاج، التمر، إذا هذا هو ديال الأمازيغ. وهنا بضائع فينيقيين قطنية، أواني فخارية، ثم أقراط. الآن سنمر إلى طبعا الجغرافيا، أكيد الجغرافيا. نعم ها هي، إذا هنا عندنا خارطة تضاريس المغرب، العنوان هنا الفوق جبال الريف، هنا الهضاب العليا، طبعا هنا بعد الأطلس الكابكين، الأطلس المتوسط، ثم هنا السهول الصحراوية، وأخيرا هنايا المفتاح، هنايا المفتاح. إذا هنا التعريف ديال الطقس، الطقس هو حالة الجو من حيث الحرارة وتساقطات الرياح، حافظوا على هذه، حالة الجو من حيث الحرارة وتساقطات الرياح خلال يوم واحد، سهلة، حالة الجو من حرارة من حيث الحرارة والتساقطات ويوم. أما ذاك المناخ معطيات عامة، عقلوا عليها، معطيات عامة حول الحرارة وتساقطات الرياح غيرها خلال هذا الفرق بيناتهم، خلال فترة طويلة، خلال فترة طويلة من الزمن في منطقة معينة. إذا الفرق بين الطقس والمناخ هو أنه ثاني، هو أنه هذا في يوم واحد مدة قصيرة، وهذا مدة طويلة. المغرب عنده طبعا مناخ متوسطي في الشمال والغرب، وعندنا مناخ صحراوي طبعا في الجنوب، مناخ صحراوي في الجنوب. نعم نمر إلى التربية المدنية، عندنا هنا أضع علامة على قواعد التفاعل داخل الجماعة، عندنا الإصغاء فطبعا هذا من قواعد التفاعل، قبول رأي الآخر هذا من قواعد التفاعل، احترام وجهة النظر هذا من قواعد التفاعل. هنا بعد أدوار ثلاثة من أدوات، أدوار التعاون القسم، هنا تسجيل القسم، عناية بنظافته، المحافظة على الوسائل التعليمية والتسجيلات، الإشراف على المجلة الحائطية، تحضير المشاركة في الأنشطة المدرسية، التعاون، هادو عقلوا عليهم، هاد أدوار مهمة، تسجيل القسم والعناية بنظافته، المحافظة على الوسائل التعليمية والتسجيلات، الإشراف على المجلة الحائطية، تحضير المشاركة في أنشطة المدرسة. هذا طبعا. دابا نمر إلى أضع على الكلمات في مكان مناسب، منتظر، تكون تعاون القسم من جميع التلاميذ، ويسيرها طبعا مكتب منتخب، إذا مكتب التلاميذ هنا ومنتخب هنا. طبعا هذا بالنسبة للتمرين رقم 3، سنمر، إذا انتهى.